احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلام دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد، احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، امن الله بيوتنا بكل خير. ونشر فيها الخير وانزل عليها الخير وطرد عنها كل مكروه وسوء وابعد عنها شياطين الانس والجن هو ولي ذلك والقادر عليه ثم ما بعد العطاء فن لا يجيده كثير من الناس والعطاء عندما تقيس الناس تجد الناس بين مفرط ومفرط بين افراط وتفريط بين بين كرم حاتم الطائي وبخل مادر اكرم من حاتم وابخل من مادر عندما يعطي الانسان من حوله ببذخ وبتعدل الحدود في العطاء وبافراط في العطاء يسيء او يخرب يعني الماده الخام مثلا عند الاولاد والبنات مثلا او عند الزوج والزوجه فالمراه التي يعني يعني تبذل في العطاء شيئا يفوق الوصف في انكار الذات وفي نسيان نفسها وانها تصهر حياتها وعواطفها والى اخره الى اولادها وبناتها وزوجها وبيتها قد يقابل هذا باحد من امرين اما ان ان الانسان المعطى اللي وقع عليه العطاء هذا كريم النحيزه او لئيم النحيزه، النحيزه الطبيعه يعني يعني اما ان يكون كريم الطبع او لئيم الطبع. كريم الطبع كالارض ال التي هي عباره عن تربه صالحه للزراعه فينبت العطاء فيها ثريا فتؤتي اكلها ضعفين. وهناك ارض يعني والعياذ بالله قيعان او ارض رمليه لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فمهما في نوعيات من الناس كلما احسنت اليهم يعني ازدادوا يعني يعني مش دلالا عليك وانما ازدادوا قد يكون اساءة لك في عدم شكر العطاء الذي تؤديه وهذا لا يمنع اهل العطاء ان يعطوا سواء العطاء بالكلمة الطيبة او بالدسامة الطيبة او بالمعاملة الطيبة او بنسيان النفس احيانا او بالاثرة بالايثار وليس بالاثره يعني بهذا بهذا المنطق تحيا النفوس لكن مع ابنائنا وبناتنا اذا اعطينا الى حد الترف كان للاسف يعني الترف احد اسباب او ثمرات الدلال المفرط فلما افرط انا في الدلال يعني الله عز وجل يعني لما ذكر المترفين قال ربنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها من يعني المترف؟ هل الإسلام ضد الترف؟ لا الإسلام مع مع الجميل من الكلام والجميل من الثياب والجميل من الدواب والجميل من البيوت والجميل من من الأشياء الطيبة لكن الأجمل جمال القلب جمال الروح جمال العطاء الإنساني جمال الـ الـ المعاملة الطيبة لكن المطرف الذي عاب عليه القرآن هو الذي نسي حظه من الآخرة هو الذي استخدم نعمة الله عز وجل يعني في إيه في يعني فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر النعمة ونسي المنعم فالرجل الذي عنده زوجة صالحة ينسى هذه النعمة ولأن ماذا تصنع ما كل زوجات يعملوا كده إذا رأت زوجة زوجها رجلا كريما يعني طيبا الخلق آه هادئ الطب إيه يعني هذا هذا واجبه انتم يعني عايزين شيطان يعني انا تزوجت شيطان ولازم يكون قضية لازم وواجب ومفروض هذه الكلمات يجب ان تغيب من فقه الكلمات ويجب ان يكون جزاء الله خيرا بارك الله فيه لم يشكر الله من لم يشكر الناس لان يعني سبحان الله العظيم بعض من الناس عندهم قضية الايه؟ الترف المذموم في ترف محمود وترف مذموم. ترف محمود أن يرى الله أثر نعمته عليك. هذا ترف محمود. ترف مذموم أن لا يرى أثر نعمة عليك، فالغني يبخل وصاحب الجاه يبخل بجاهه، وصاحب الصحة يبخل بصحته، وصاحب العلم يبخل بعلمه، إذا هذا أمرنا مترفية أو أمرنا مترفية ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أبناؤنا في عصر العولمة لا يرضون بالقليل ولا يقنعون بالكثير، عندهم ثقافة التأفف. لا 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 أنا ألبس قميص زي أولاد فلان وفلان الموظف البسيط ده أنا أبويا عنده كذا وكذا، لا 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 أنا أركب السيارة الفلانية أو أركب الحافلة وعندي أولاد عمي أو أولاد خالي أو أقاربي أو زملائي وهم أقل شأن يركبون كذا وكذا تضع الطعام للولد أو البنت، لا 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 سبحان الله البنت متأففة الولد متأفف فثقافة التأفف تثمر ضجرا الضجر موجود في عدم شكر الأب والأم فيما يقدمون يعني أم تتفانى في خدمة أولادها وبيتها أب يتفانى في خدمة أسرته سبحان الله هذا ينكر ليه؟ لشعور أبنائنا أن هذا مفروض عليهم ده مفروض عليه هو الواجب يكون كده الواجب يعمل كده الواجب يعني هو أنتم عايزينه يعني ما يخدمناش عايزين ما يقدمش لنا الخير؟ فاذا هذه ثقافه التأفف لا تقيم خيرا، لا تنبت خير، ليه؟ لان الدلال الزائد ما الذي يسببه؟ تبدا بالتأفف ثم بالضجر ثم بالملل لا يعجبه شيء، يصفق الابواب في وجه ابيه وامه، متأفف من اخوته، اخويا هذا غبي، ده لا يفهم، اختي هذه متمرده، هي مش غير مطيعه، انا سوف امد يدي عليها انا سبحان الله العظيم ويريد ان فهنا تكمن مصيبه نبدا في دور الايه العقوق طيب من ضمن الكوارث التي اصبنا بها في بلادنا العربيه من ثقافه الترف العجيب ان كثيرا من البنات كثيرات منهن لم ترضى ان تكون انثى البنت عندها 12 13 15 سنه تقول لا والله انا مستشعره ان انا ولد وان ولد يعني يجيد الـ 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 الاعمال الاولاد والرجوله والذكوره وكده سبحان الله ويسموها اسم خيب كده البويات وخيبه يعني فرانكو ارب مش عارف هو ايش يعني بويات جمع بوي مع انثى ويخلق ما لا تعلمون سبحان الله هذه الكارثه عندما ظهرت في مجتمعاتنا نحن نفتح ابواب غضب السماء علينا واحنا داخلين على مرحلة الصيف والاجازات وبدأت الناس تنتهي من الامتحانات وتدخل في موسم الاجازات وتكبر هذه القضايا وتتأثر بناتنا بمن حولهن والكارثة ان الاب يطأطئ راسه والام تضرب كفا بكف كف ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هو احنا يعني هي صحيح من علامات الساعة ولكن لابد من ضبط الايقاع ان تلد الامة ربتها. لماذا البنت استشعرت من ثقافة الترف أنها تريد أن تكون ولدا لأنها أنوثتها ينكرها من حولها الأب لا يقدر لك يا الله دي رابع بنت وكأنه إيه يعني رابع مصيبة البنت يقر في ذهنها أنها أقل تقول يا ريتني كنت زي أخويا ليه؟ أخوها يأتي بالليل بعد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة لا يعيب عليه أب ولا توبخه أم فهي لو تأخرت عند المغرب سبحان الله العظيم فعند عند عند الـ الـ سبحان الله العظيم عند المغرب لا اله الا الله اه تاخرت يلومها الاب تلومها الام الاخ الاكبر يرفع صوته الاخت الكبرى تقول ما هذه الاخلاق كيف تتاخرين بهذا المنطق بهذا المنطق سبحان الله يعني تنقلب البنت لانها لا تريد ان تكون انثى مضطهده فتبتدي تعبر عن ذاتها فتضحك على الجميع لا 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 انا بصراحه عندي شعور انني ولد يعني شعور انك ولد هي بنت بتكوين بنت بتكوين انثى ولكن لثقافه الترف يعني انا اتصور ان هذا لو ظهر في عشرينات القرن الماضي بالله عليكم ماذا تظنون اجدادنا كانوا يصنعون؟ جدي وجدك لو ظهرت بنت في العائله بهذا الشكل اولا كانت البنت مكرمه بطبيعه الفطره التي خلقها رب العباد عز وجل، الاب حنون، الام عطوفه، الام عارفه مهمتها في الحياه الاب يعرف مسؤولياته في الحياه مسؤوليه الاحتواء والقوامه البنت طالعه متوازنه ايه اللي يخلي بنت في مجتمع مسلم يسمع الاذان خمس مرات اب وام مسلمين تنقلب البنت نتيجه ثقافه الترف وثقافه الدلال المفرط ان تقول لا والله انا عايزه عايزه اصير ليه؟ لانها رات ان انوثتها منكره وانها درجه اقل من اخيها انا لا ادعو ان البنت تتاخر في الخارج بعد الحادي عشر أخيها لا ولا اخوها تاخر تاخر ليه؟ الله وبعد العشاء كله يركن الى البيت في ايه؟ يقول لك ايه ده؟ هو احنا دجاج؟ احنا يعني فراخنا ننام من من العشاء والاولاد يتمردوا ويبدا في التمرد ولا ندري ما الذي يحدث. فبالله عليكم من ينفق على من؟ من صاحب منه على من؟ الاولاد على الاب والام ولا الاب والام على الاولاد؟ من الواجب المن والفضل بعد الله عز وجل للاب والام فيجب ان يطاع يطاع امرهم وندخل في كنفهم ونطلب رضاهم لكن البنت المتمردة هذه يدخل بقى في حوزة بقى الأطباء النفسيين وجلسات العلاج النفسي وأن هذه مش عارف إيه ويدخل في دوامة فرويد وغير فرويد ومش عارف و... و... وعقدة أوديب وعقدة مش عارف إيه الكلام اللي يعني سبحان الله الذي لا ينشئ نفوسا طيبة ولكننا نقول عندما يكون المال حلال عندما يكون الأب يعرف القوامة حقيقة حقيقة المعرفة عندما تصير الأم أما وليست شيئا آخر والله البيت يطلع متوازن لكن لكن المصيبه المصيبه الكبيره ان من ثقافه الترف ان استثير عند اولادنا قضيه النهم الاستحواذي. يعني ايه النهم الاستحواذي؟ الولد يريد ان يستحوذ على كل شيء في البيت وعلى كل مصروف اخوته، والبنت تريد ان تستحوذ على كل اهتمام الاب والام وكل النفقات الموجوده، فكبر هذا معهم فصار عندنا استحواذ في المناصب عايز استحوذ على المناصب كلها لما اكبر عايز استحوذ على الخيرات كلها لما اكبر نتعدى الحدود وقد ايه قد نغش ونتنافس عن غير شرف ليه لماذا ثقافه ايه الترف المفرط الترف اللي هو ايه اللي هو لما يعني, يعني وكم من قريه ايه بطرت معيشتها بطر المعيشه اللي هو انكار الحق وغمط الناس لان من ثقافه الترف للاسف الشديد ان الاولاد والبنات بينظروا باحتقار الى الاخرين وصل احتقار للاخر يعني لا 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 ده ابوه موظف من الدرجه كذا ودي لا لا امه غير جامعيه يا عم والله سبحان الله هذا كلام يعني لا ينبت لأ نفوسا طيبه لماذا؟ لاننا كبرنا عند ابنائنا هذه المشاعر، قلنا له ان انت انت غير انت مختلف انت انسان خالص وانت يا بنتي انت مختلفه انت فاذا ذهبت هذه البنت عروسا الى زوجها اذاقته الامرين، ليه؟ لأن تشعر انها من مستوى اعلى لان اباها فلان وان امها فلانه، اما هذا من من درجه من درجه ثانيه وثالثه لما تزوجتي؟ هذا هذا خبل عقلي نتيجه غرس ثم غرس شجره الطرف المرضي والطرف المهلك فينشا الاولاد والبنات في هذا الخلل، لكن لو اعلمنا ابناءنا اننا في امور دنيانا نعلمهم ان ينظروا الى من هو اقل نقول يا ولدي دخل عليك الصيف وربما تجد انت تذكره طائره تسافر بها الى بلد او سواء موطنك او الى اي مكان هناك من لا يجد تذكره يركب بها حافله هناك من هو مقعد لا يستطيع ان يحمل هنا او هناك هناك من عنده مرض مرض معجز جعله لا يرى او لا يسمع او لا يتحرك هناك من لا يستشعر نعمه الامن هناك من له اب كان بين يديه البارحه اصبح اليوم يتيما من غيره او اما قد رحلت الى العالم الاخر وتركت هذه البنت في السنوات عمرها الغض الاولى دون ام ودون صدر يحنو عليها ويحتضنها، كم من اناس سبحان الله في دخل الصيف ودخلت حراره الصيف ودخلت حراره مش المشاعر غضب الناس بعضها من بعض وتستثار وتكثر، انا عندي لما اعمل احصائيه اجد ان نسب الطلاق في الصيف تزداد بنسبة كبيرة جدا في البيوت المسلمة على بقية الشهور لأن خلاص تفرغ وكانت الأم مشغولة طول السنة بالمذاكرة للأولاد والامتحانات وهو كان مشغول فبدأ الصيف يأتي بإيه الصيف ضيعت اللبن قالت العرب هذا هكذا الصيف ضيعت ما فيش لا خضرة في الأرض ولا غيره فالبهائم ليست في ضروعها إيه ألبان فبالتالي الصيف ضيعت الصيف ضيعت الهدوء النفسي ضيع الصيف ايه؟ ضيع الهدوء لانه تفرغ كلاهما لصاحبه، الاب متفرغ بدأت المطالب، احنا عايزين كذا ونريد كذا ونريد الاسعار ونريد يعني سبحان الله وال... ال... 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 اليد مش عارف العين بصيره والمش عارف ما, ما باليد حيله والكلام الايه؟ الذي يطلق سبحان الله ب... 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 بهذا المنطق، فانا اقول ان ان الانسان المسلم الصادق هو الذي لا ينسى مع نعم الله عز وجل ان يشكر نعمه الله على صغير الامر وكبيره، كونوا معي بعد الفاصل حتى نتواصل مع فن العطاء، اللهم اجعلنا من اهله يا رب العالمين، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى ونحن مع فن العطاء في البيوت الامنه. اولا قلنا في البدايه ان العطاء فن. لكن الحاجات غير متناهيه. يعني الانسان في هذه الدنيا بالذات الشره هو تتضح هذه في 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 بناتنا وابنائنا انه كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا دائما شارب البحر يريد ان يشرب يريد ان يشرب يريد ان يشرب هذا الانسان سبحان الله العظيم يعني باستمرار يريد ان ان ياخذ وهكذا مصيبه ابنائنا ولذلك سبحان الله العظيم يعني ثقافه العطاء ان نحن في عصر العولمه يعني سبحان الله كيف يستحوذ يعني المصنعين المصنعون والمصدرون والمنتجون والمعلنون على ما في جيوب البسطاء كيف؟ مثلا مثال يجيب لك زوجة تجلس بجوار الزوجه مقطبه الجبين في اعلان مثلا وبعدين فجاه يخرج لها يعني كانه مثلا ايه ساعه او او هاتف محمول جديد او غيره ترسم الابتسامة على وجهها فيقر للأسف في ثقافة البسيط أن سبب ابتسامتها وسبب سعادتها والقنطرة أو الجسر الذي يوصل إلى قلبها لتكون سعيدة هي هذه الهدية سبحان الله طيب وإذا صار هذه الساعة قديمة وصار هذا المحمول قديما ما الذي يحدث تعود يعود التقطيب مرة أخرى إذا هذه يعني هذا ضحك على الذقون لأن عندنا حالة تسمى حالة اللاشبع عندنا لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع طب اضرب امثله بسيطه اسالوا انفسكم ونحن معنا ابناؤنا وبناتنا اولادنا وبناتنا سبحان الله هل كثره العطاء كثره عطائنا لهم هل اكثرتهم مهارات جديده لا والله هل اعطيتهم مهارات جديده ابدا طيب هل كثره العطاء يعني ادخلت عليهم السرور والفرح والحبور لا أظن لا أظن ده أحيانا الأولاد الآن يعني زمان كان يعني يحلم الولد قبل العيد وقبل المناسبة أنه ماذا سوف يشتري له أبوه ولو كان هدية بسيطة أو أمه الآن تعطي الولد الهدية يعطيها يراها بالجوار لا يريد أن يفتحها لأنه عنده كل الهدايا يعني ده يعني سبحان الله العظيم يعني يعني هو سبحان الله وأصبحت العطايا نسبية فهو يرى أن عطية أبوه عطية أبيه له قليله بالنسبه لعطيه عمه لابناء لولد عمه هذه مصيبه، عطيه خالته لبنتها او خاله لابنه يعني اذا طب متى يقتنع الاولاد سبحان الله، فاذا هذا الـ الـ هذا العطاء لم يثمر نجاحا، ليه لم يثمر نجاحا؟ لان أبناءنا يعني سبحان الله من الواجب ان يعطوا الاباء لا يريد الاباء منهم شيء الا الرضا. الرضا تخيل ان احيانا كثير من الاباء والامهات يريدون للولد ان يكون راضي عنهم الله واحنا احنا قلبنا ظهر المجن يعني يعني احنا سبحان الله يعني كنا يعني نبجل ونود ونقبل اباءنا وامهاتنا كي يرضوا عنا اصبحنا الان نقبل ابناءنا كي يرضوا عنا هذا ذل والله ذل ما بعده ذل الله ما الذي يريده الولد وما الذي تريده البنت يعني البنت تهدد تقول اصل ان لم انقلب الى ولد ربما انتحر لا حول ولا بالله تنتحر سبحان الله هذا 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 كلام يعني كلام خايب سبحان الله العظيم الولد يقول اذا لم لم تعطوني او لي هذا الامر سوف اذهب الى بيت صديقي وامكث هناك اسبوع يهدد ويتوعد والاب يطقطق الراس والام سبحان الله وربما يكون فاشلا في دراسته اه طبعا لان الناجح في دراسته كما يقولون ان الناجح يفكر في الحل والفاشل دائما يفكر في المشكله دائما الانسان الناجح يفكر كيف يحل كيف يحل القضيه كيف يحل المشكله الفاشل دايما عنده مشكله فهي تسد عليه عين الشمس الناجح يقولون لا تنضب افكاره والفاشل لا تنضب اعذاره يقول لك القضيه كان امتحان صعب كانت الاسئله فوق المستوى طب وفلان ده يقول لا ده في المذاكره ايه سبحان الله طب وانت ايه ها اه؟ انت باء هو ايه وانت بيه سبحان الله كارثة كبيره لماذا هو يريد ان يعل فشله بالله عليك هذا حتى لو نجح في المراحل التعليميه وصار موظفا كبيرا أو مهندسا او طبيبا او مديرا او سوف يظل يحمل جينات فشله الى ان يحل التقاعد، ونكسب في المجتمع، نكتسب تاخرا اكثر لان عندنا ابو جهل فكرا في مؤسسه من المؤسسات، لماذا؟ لان ثقافه الدلال افسدته صغيرا. ثقافه الدلال ضيعت على 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 المجتمع طاقه خلاقه، لماذا؟ لاننا اتينا له بكل ما يريد حتى العلماء ونحن الصغار علمونا يقول لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود يا الله شوفوا شوف الحكم كيف تخرج من افواههم ولا لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود يا اخي الموجود عندك طوره احمد الله عليه قول الولد احمد ربنا أن أنت لاقي بيت ولاقي أسرة، ولا هناك من لا أسرة لهم، هناك من لا بيت لهم، هناك في المخيمات يعيشون الله يعينهم وفي تحت طلقات الرصاص وضربات، سبحان الله أنت يعني هل أنت أفضل من أبنائنا اللي عايشين في, في في جبال أفغانستان ولا في مخيمات فلسطين ولا محاصرين في غزة ولا يعانون الجوع في الصومال أو في في في, في, في هذه الأماكن؟ يعني لا لست أنت أشرف منه، ولا نحن ولا نحن أشرف ولا أفضل منه، أفضل عند الله عز وجل، لكن ثقافة العطاء عندنا لما 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 وسعنا المساله يعني ارتبكنا، لماذا ارتبكنا؟ حصاد الهشيم. ما هو حصاد الهشيم؟ نحن اذا استمرينا واستمر كل واحد منا في هذا الترف مع ابنائه وبناته سوف يعني 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 لا نجني لا نجني ابدا لا يجنى من الشوك العنب. كيف تجني من الشوك العنب؟ انت غرست ترف. كبر عند الولد النهم الاستحواذي عايز يحصل على كل شيء. فده لما يكبر ايه اللي يحصل له؟ عايز يتح... يستحوذ على كل وظائف المؤسسه، يقول لك انا بتاع الشؤون القانونيه، وانا خبير في الشؤون الماليه، وانا خبير في الشؤون الهندسيه، وانا خبير في الشؤون الاداريه، وهو لا يفهم ولا شيء في هذا كله. ودي مواصفات مدير فاشل. ف... فهذه المس... من اين جاء هذه من اين جاءت هذه العله؟ العاهه دي كيف حصلنا عليها؟ حتى ولو كان من انجح الناس. كيف حصلنا عليها حصلنا عليها من أننا غرسنا فيه صغيرا في ثقافة الترف والترف الناس لما تطرف وتنسى نعم الله عليها تزول عنها النعم يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم أعطاهم رب العباد نعمة فلم يحسنوا جوارها إلا وذهبت عنهم وقل ما عادت إليهم بالله عليك بالله عليك يعني لما تجد رجل يرضى لابنته ان تخرج الى الطريق عاريه اين عطاء التربيه اين عطاء الدين الذي عنده اين الصلاه التي يقف بين يدي ربي يقول الله اكبر يعني إيه الله اكبر الله اكبر يعني هو الذي امرك ان تصلي وان تحجب ابنتك وان تحجب من تعول لانها يجب ان تخرج هكذا ويرى الناس ما يجب ان يخفى الله اذا اذا ما هي مسؤولية كمسلم المراه التي تكون كذلك الله طب انت حجبتي بارك الله فيك وابنتك هذه البالغه ايه منتظره يعني بالله عليك انا هضرب مثال بسيط لو ان رجلا دخل فراى ان موقد الغاز اشتعل في ثوب ابنته ماذا يصنع؟ يصب بهلع فجاه يجيب بتاع الحريق والمطافي ويحتضنها ويلتزمها حتى يخبئ او يزيل عنها الشر. طيب انت تخاف عليها من شيء من نار الدنيا؟ طب وإذا اتهمتها نيران الآخرة هل تستطيع أن تنقذها؟ لن تستطيع بس في نقطة ساعتها أنت معها ليه؟ لأنك كنت راعٍ وما كنت مسؤول عن رعيتك لم تتقي الله رب العالمين، سبت البنت لما تمردت عليك وعايزة تنقلب إلى ولد وعايزة مش عارف تعمل شعرها إيه وتقص شعرها إيه حتى اللي شبه ملتزمة للأسف راحت تطلع شعرها هرم لفوق مش عارف كسنم الجمل بتاع كده بروز وتحط فوق بتاع خمسة سنتيمتر من البتاع وكل شويه تشد فيه تشد فيه لقدام تشد في لقدام يا بنتي انت محجبه ولا مش محجبه؟ فلله الامر اليس لها اب بلاش مسلم عربي عنده نخوه العروبه عنده نخوه عنترة واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها سبحان الله العرب زمان لما كانوا يروحوا يقاتلوا القبائل الاخرى تخرج خلفهن خلفهم النساء ليه يخرج النساء خلوان ليشعر المقاتل أنه يقاتل غيرة عن حريمه خشية أن يقع في السابي فكان الحرمة تعطي الرجل أو النساء يعطينا الرجال هذه القوة الدافعة على الغيرة عثمان الله يرضى عليه سيدنا عثمان بن عفان لما تصور القتلات سقف بيته يوم أن استشهد يقول لنا إلى زوجته ادخلي فاحتجبي قتلي أهون علي من ان يرى شعرك اجنبي طيب لما نقيس عثمان بعثامين كثيره او بعثمانات كثيره ما اعرف جمع عثمان سبحان الله يعني كيف يكون يعني سبحان الله لما نرى عثمان موديل 2010 هجريه 1431 ميلادي 2010 ميلاديه و1431 هجريه سبحان الله ماذا نقول لعثمان في مدله الحديث وفي طرازه الحديث هل هو قتله أهون عليه من أن يرى شعره أجنبي أم أنه يذهب بابنته إلى الكوافير ليعدل لها شعرها حتى تظهر أمام الناس جميلة بالله عليك يعني أين ذهبت الرجولة؟ أين ذهبت الغيرة؟ ما هي يعني هذا 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 عطاء سيء ما هو عطاء الله وعطاء الهداية وعطاء القرآن وعطاء السنة وعطاء العلماء كله عطاء خير أما عطاء شياطين الإنس والجن هذا هذا سلب وليس عطاء هذا سلب ليه؟ لأن لأن ابن عطاء كان يقول من يعني كان يعني قضية جاء كلمة عطاء وابن عطاء السكندري كان يقول إذا فهمت أو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء، يعني إذا رزقت الفهم في المنع، يعني أنت رزقت بنات، لم يعطيك الله ولد، هذا منع لو رزقت ليه لم يعطيك الولد لأن يعني ربما لو جاء الولد كان كان ربما عاق ربما آخر لم يعطى لا ولد ولا بنت هذا عطاء هذا ليس عق. ليه؟ قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الواو هنا معطوف على إيه؟ على يهب يعني هذا العقم هذه هبة من الله ليه؟ لأن ربما لو أعطيت لكان هذا كما قال ربنا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، ربما ياتي ولد لي يكون عدو لي يكون سبب والعياذ بالله في دخولي في دخول النار، اذا هذه قضيه خطيره، يعني اذا انا اريد بالعطاء ان نكسب ابناءنا المهارات المختلفه، ان نحصنهم ضد جراثيم العولمه وميكروبات الانفتاح، كيف؟ بالمال الحلال، بتقوى الله، بالرفق بالبيوت، برعايه الاب للزوجه والاولاد، رعايه الام واحتواء الام للزوج والاولاد، هكذا الكل في سفينه واحده، فان تخلف احد ركاب السفينه كادت السفينه ان تغرق، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم من استهموا في سفينه فكان لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها، فقال الذين في أف... كان الذين في اسفلها اذا ارادوا ماء مروا على من فوقهم قالوا بدلا من أن نمر على من فوقنا فنؤذيهم لنخرق في نصيبنا خرقا فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا إذا نحن نريد النجاة ولا نريد الهلاك كنوا مع بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل في فن العطاء اللهم ارزقنا هذا الفن وهذا العطاء الخير يا رب العالمين أهلا بكم مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى مع فن العطاء في البيوت الامنه ويسال الممكن المستحيل كما يقول احد الحكماء سال الممكن المستحيل اين تسكن؟ قال في احلام العاجزين في شيء اسمه مستحيل عند المؤمن ليه؟ كل ما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو فان كريم الله ذهب ليقبس نارا فعاد بالرساله خلي عندك امل في تحقيق ما في شيء اسمه مستحيل على الله مش عارف وحاجة اسمها مرض عضال لا مرض مش عارف خبيث لا 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 الخبيث من ترك الحلال وذهب الى الحرام في المال والماكل والمشرب والمعاملات هذا 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 هو الخبث الحقيقي الخبيث هو الذي يسلك بسك الشيطان الذي نستعيذ به عندما ندخل الى دوره المياه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اما اما فيش مرض خبيث لا بالعكس ليه؟ لان الطب يعجز الى الان لكن يوما ما لن يصير خبيثا لن يصير عضالا هو إذا الآن عضال لكن عند المؤمن لا شيء يسمى بالمستحيل فالمستحيل هذا يعشش في أحلام العجزة العاجز هو الذي إيه هو الذي يقول أن هذا مستحيل ولذلك ولذلك ما الذي صير مجتمعاتنا بهذا الشكل ما الذي جعل أبناءنا يتمردون وبناتنا يتمرد إلا الترف الزائد كل شيء حاضر يا ولدي حاضر يا بنتي الورق الرجل يظن انه خزانه وبعدين يساله الولد يريد كذا وكذا فلا ف يعني سبحان الله فلا يتوانى الاب عن العطاء هذه مصيبه وذلك من ضمن سؤال الولد عندنا اول اتصال من نور السلام عليكم يا نعم السلام عليكم اتصال طيب يبدو ان لسه ما طيب نعود الى قضيه السؤال هل انا من باب التربيه أن الولد كلما سأل والبنت كلما سألت نعطيه ما يريد مصيبة كارثة أن نجيب على الولد في 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 صغير الأمر ونعطيه صغير الأمر وكبير إن هذا يفسده يعني إذا قلنا في ثلاثة أمور نعم نقول في أربعة لا بس تكون معللة ومسببة يعني ما فيش مشكلة أن احنا نقول لا عندما تكون الله للمصلحة عندما تكون الله لمصلحة ما عندئذ نستطيع ان نقول اننا نربي ابناءنا تربيه صالحه لان الولد قاصر الفكر الولد قاصر الفكر يبدو ان هناك اتصالات بدات اتصال من سناء السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا شيخ مرحبا يا بنتي اهلا وسهلا أه لو سمحت الشيخ كنت ابغى استفسرك في موضوع بس يمكن مخالف على موضوع الحلقه أه انا عمري 32 سنه و وتقريبا فلوسي كلها اللي كانت عن طريق ربا وعن طريق يعني طرق غير مشروعه و ما عارفه يعني شو حكم الدين الحين ابغى تخلص منها بس لو تخلصت منها ما يعني هذا كل اللي املكه ما عندي لا بيت ولا سكن ولا اي معيل ولا زوج ولا اي شيء هذه الاموال ميراث يعني اخذتيها ميراث من ال لا مو من ميراث يعني من راتبك من يعني كلها يعني طرق غير مشروعة وعن لا. طريق ريبة ويعني مو مو حلال طيب حاضر طيب ماذا تستعين حاضر بارك الله فيك طيب اه يعني أنا أريد أن أعود إلى أولا وإن كان السؤال خارج الحلقة لكن اه يعني المهم إذا وجدنا وقتا للإجابة إن شاء الله بإذن الله اتصال من عامر السلام عليكم السلام عليكم عامر الخير طيب يبدو عامر ما لم, لم يوفق في الاتصال حاول يا عامر مرة أخرى عمر الله بك الخير آه نعود إلى القضية قائلين نحن نريد كما أطالب دائما أن نعيد ترتيب أولويات البيت المسلم نعيد ترتيب يعني نعيد الأمور إلى نصابها لما جبنا العريس والعروس من البداية اللي مكونوا هذا البيت زوجناهم على ايه على الكتاب السنة عظيم طب هم عاشوا على الكتاب والسنة لا بصراحة ما لم يعيشوا على الكتاب والسنة ما عاشوا على ايه على امي قالت وابي قال على ان بنت عمتي تزوجت كذا وانا ولد خالي تزوج كذا طب هذا المنطق فنحن لم نعش تحت سقف واحد بمنطق الكتاب والسنة وعشان نكمل منطق الكتاب والسنة نستمع الى اتصال من محمد السلام عليكم السلام عليكم محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا مرحبا مرحبا إني أحبك في الله والله الله العظيم الله يرضى عنك ويبارك سعدت سعادة الشيخ فضيلة الشيخ نعم. سؤال مهم نعم أنا أعمل عمل أقرب للحكم بين الناس طيب وأحاول اتحرى الحقيقة قد ما أقدر بارك الله فيك وبسمع الأطراف قد ما أقدر آه. بس بخاف من ربنا أكون ظلمت عني أو آه نعم فمش عارف يعني قلوق شوية كده طيب الله يرضى عنك هذا القلق دليل صحه الله يبارك فيك يا رب عزك الله لو لم نقلق لكان الامر صعبا لكن ان شاء الله استاذ محمد انا اجيبك باذن الله يا رب العالمين جزاك الله خير اعود الى القضيه قائلا قبل ان اجيب ان البيت الذي كوناه سبحان الله يبدو ان عامر عاد الينا السلام عليكم عامر وعليكم <applause> السلام يا شيخ يا مرحبا يا سيدي الله <applause> يسلمك يرضى عنك تفضل دام فضلك بس حبيت اعقب يا شيخ على كلامك بخصوص البيوت الـ نعم اللي هو موضوع الحلقه شو هو يا شيخ؟ فن العطاء، العطاء في البيوت الامنه نعم البيوت الامنه نعم برنامج المشكلة, الكوسمتي. المشكله يا شيخ الشيء اللي مبني من الاساس صح يعني يدوم. نعم الشيء اللي مبني من الاساس يعني والله قيل وقال وشخصين نعم. للزوج الزوج والزوجه يجتمع نعم. كل يستمع للاطراف الثانيه نعم نعم الاطراف هذه الثانيه تتدخل في حياه الاثنين هذا فهذه سبب مشكله ال... جزاك الله صح تمام الله يسلمك هذا اللي, اللي حبيت بارك الله فيك استاذ آه. بارك الله فيك شكر الله لك اه اتصال من بنتنا سميره السلام عليكم. أيوه. السلام, عليكم. السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي سميره شيخ آه. انا عندي كمان طفل عملت ثلاث سنين نعم هلا هي والله يعني انا ما انه شو ما طلبت بعطيه لا عادي بس وقت اللي تبكي احيانا ما يعني انه يعني نخجل نحن انه اجباري بدنا نلبي لطلبه مم. كم كم عمره؟ ثلاث سنين الله اكبر ثلاث سنين طيب. سنين هي بنت اسمها ليال ربنا يبارك فيها ان شاء الله وكل طيب بنات ثلاث. المسلمين طيب كي كي ماذا نصنع مع بنتنا اللي عندها ثلاث سنوات تبكي لتريد امرا طيب حاضر طيب نجيب الاول على الاسئله كيف تتخلص سناء وعندها 32 سنة من أنها ترى أن أموالها جمعت من حرام وربا وهذا شعور طيب عندها بأنها تستشعر أن المال الذي في يدها إنما ليس إنما هو ليس مالا حلالا فالبركة منزوعة منه فأنا أرى والله أعلم أنها لا تتخلص منه مرة واحدة لأنه قوام حياتها لا دخل لها إلا هذا ولكن تطهر المال أولا بأول وتستعيد طالما هي تعمل بمال اخر حلال مكان هذا المال الذي فيه شبهه فكانما كوب مليء بعكاره وبرمال وبطين وموضوع نسلط عليه صنبور الماء النظيف وهو المال الحلال حتى ياتي وقت ان شاء الله يطرد المال الحلال المال الحرام ان شاء الله رب العالمين الاستاذ الاخ عامر كان طبعا بيتكلم كلام مضبوط جدا ان البيوت التي تبنى على صحيح الامر من كتاب وسنه ولا تستمع الى قيل وقال وتدخل الاطراف الاخرى هو هي بيوت منضبطه اكيد طبعا طيب اتصال من ام نوره السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا بنتي الله يرضى عنك شو اخبارك طيب؟ الله يرضى عنك دنيا واخره اشهد الله اني احبك في الله واتمنى ان الله يجمعني بك بالجنه ان شاء الله يا رب يجمعنا يا رب ان شاء الله الله يعطيك العافيه شيخ بس انا بغيت اسال عن الوالد هو ما اعطاني حنان يوم كان موجود على حياته م. فانا وما اعطيته بر وطاعه صراحه لاني ما لقيت من الحنان عشان اعطيه فانا م. كيف اعطيه الحين عقب ما توفى وكيف احس بالرضا النفسي يعني؟ طيب حاضر بارك الله فيك رحمه الله ورحمه أه. حاضر بارك بارك الله بارك الله فيك طيب الاتصال من من نجوى، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. جزاك الله كل خير يعني. يا وجزاك يا الله يبارك يا شيخ ادعي لي الله يوفقني ويثبتني على الطاعة. يا رب ونحن كذلك و... معك إن شاء الله يا رب. يا شيخ كيف كيف تع... كيف, تع... كيف, تع... كيف, تع... كيف تع... يسن العطاء يكون للإنسان لما تعطيه حتى يقول شكر ما يقولهاش. يا تعطي ولا ولا تسمعي كلمة شكر. أي الشكر يا شيخ يعني الانسان مهما كان لما يكون يعطي يقول يقول الانسان بارك الله فيك صدق صدق نعم نعم جزاك طيب. الله كل خير يعني بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام اتصال من ام محمد السلام عليكم السلام عليكم ام محمد طيب الو السلام ايوه السلام عليكم جزاك الله خير يا دكتور الله يبارك فيك تفضلي انا بالنسبه لي عندي يعني موضوع خارج عن الحلقه تقريبا انا زوجي يعني عنده عمل لكن لحد الان غير متوفق فيه وعندي انا طفلين طفل عمره ثلاث سنوات وطفل عمره سبع شهور انا آه يعني طبعا هل انا مضطره اني انا اطلع اجيب الرزق مثلا انا فيني طبعا فيني اشتغل بمهنه التدريس نعم آه فهل انا يعني مضطره اني اطلع اجيب الرزق مثلا ام خلص أنا خايفة على الأولاد إني مثلاً أحطهم في مكان معين أو عند خادمي أو كذا وبنفس الوقت أنا حابة أساعد زوجي يعني ما شاء الله نعم فهل هذا الشيء يعني بيرتبط فيه أنا إنه لازم أجيب الرزق أما فقط حالك بس هذا الشيء متعلق بالزوج؟ حاضر 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 أنا أجيبك جزاك شاء الله خير بارك الله فيكم شكراً كثير طيب شيخنا شكراً اه الأستاذ محمد كان يقول إنه يعمل في عمل قريب من الحكم بين الناس ويسمع كل الأطراف ولكنه يخاف ان يحيف طالما انت تجتهد في استماع بين الاطراف ولا تحكم الهوى فربنا ان شاء الله ينطق الخير والحق والعدل على لسانك ان شاء الله ومغفور لك ما تخطئ فيه دون قصد باذن الله رب العالمين وفق الله لمن يقضي بين الناس بان يقضي بالحق ان شاء الله رب العالمين. إيه بنتنا سميره عندها بنت ما عندها ثلاث سنوات تبكي اذا لم تحصل على ما تريد ماذا نعطيها لا البنات والاولاد من الصغر قمه في الذكاء، فهو يختبر الاب والام فيعلم انه كلما بكى كلما اعطي كلما فدي فرصه طيبه لا نتركه يبكي مره ومرتين بالعكس البكاء يوسع الصدر ويظبط الحنجره ويشد الاحبال الصوتيه ومش كل شيء يتعود الولد عليه ان يبكي فنعطيه. يبدو اتصال من سنه السلام عليكم السلام عليكم مرحبا شيخ مرحبا مرحبا كيف الصحة الله يرضى عنكم ويبارك فيكم الله يخليك آه شيخ تحدثت عن موضوع انه الاولاد ما يصير انه نعطيهم اي شيء او نعم. انه اي نلبيهم كل رغباتهم طب انا عندي بنات ما. انا عندي بنات يعني لما يشوفوا الاشياء اللي موجوده يعني الدنيا مفتوحه نعم. لما ما. انا امنعهم امنعهم انه انا هذا لا ممنوع وما يصير وهاي يعني البنت ما ما تشوف غيرها انه تروح تتبع غير طريق او تشوف غير اسلوب او يعني ما المفروض انه أنا البنت اكفيها من الاشياء اللي نشوف صديقتها انه عندها جهاز انه اخر موديل او نشوف انا بعطيها بالشيء المحدود حاجة. بس ما يصير دائما انه بنتي اقول لها لا ولا يعني هل هذا يجوز انه طيب شيء معتدل مع العلم يعني تعرف انه بنات والدنيا مفتوحه امامهم يعني كل شيء متوفر وكل شيء موجود الله يهديهم جميعا وكيف تعرف المدارس والهذه فاريد نصيحتك بهذا الشيء حاضر يعني. بارك الله فيك طيب اتصال من نور السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا يعطيك العافية الله يرضى عنك شكرا على البرنامج الحلو الله يرضى عنك يا بنتي تكرمك إيه والله يا دكتور أنا بس يعني حاب مداخلة إنه نعم. بحس سبب اللي بيصير بأطفالنا فعلا إنه زي ما حكيت إنه دائما أطفالنا بالتأفف وبال عاجبهم إشي يعني واصلين لمرحلة إنه عدم قناعة ما فيش رضا نعم فهل هو السبب بيكون فعلا من الاهل توجيه التربيه انه هل انه الواحد بيعطيهم كل شيء بيصيروا هيك ولا هو الانفتاح الزايد حوالينا وكل شيء طيب. فعلا متوفر طيب. كل شيء موجود التكنولوجيا بتحس يعني اول باول كل شيء جديد اذا نعم. نعم. مرق شهرين على اله الكترونيه صارت قديمه بدل نعم. انه نعم. ينجنوا نعم. نعم. نعم بارك الله فيك فأيش ايش نعم. الصح يعني يعطيك الف عافيه نعم. الله يرضى عنكم يا رب يبارك فيكم يا رب نعم. الله يرضى عنكم طيب اه نعود الى ال ال خلاص كنا سميره وعجبناها على بنتها اللي مش كل ما يعني تريد شيء تبكي فالبنت ذكيه عرفت من اين توكل الكتف. ام نوره كانت تسال ان والدها ما اعطاها حنانا وتوفي رحمه الله. فكيف نعطيه حنانا ندعو له وهذا هو الحنان ان شاء الله ندعو له ونبر الرحم التي لا توصل الا به من اعمام وعمات. أه ولا ولا نقول ربما الرجل كان يعطي حنانا ولكن ليس ظاهريا في الجمجة. كثير من الرجال العرب بالذات ما عندهمش ثقافه الحنان دي لكن الحنان يكون داخلي لا يعرفوا عن التعبير عنهما. أه أه بنتنا نجوى كانت تشكو من الذي يعطى ولا يشكر هو ياخذ وما يعرفش كلمه شكر. في ناس والعياذ بالله كده ال 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 النحيزه او الطبيعه او الملكه بتاعتها يعني دائماً ما تعرفش يعني شكر لم يتعود على ثقافة الشكر لم يتعود من أبيه وأمه كيف يشكر الناس على صغير الأمر وكبير فهكذا نحن لا نوقف عطاءنا ولكن نعطي وننتظر الشكر من الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا محمد أن زوجها تقول أنه غير موافق في العمل عندها طفلين وتخاف إن عملت ان يضيع الطفلان مع خادمه او غيره والله جزاك الله خيرا انا يعني انصح كاب كوني مع الطفلين هذا عمل كبير 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 وانا ارى ان رب حقيقه اؤيد ومنذ ثلاثين عاما وانا اطالب ان ربة البيت التي تربي اولادها وكانت حصل على مؤهل قد علمها ابوها في الجامعات وفي المدارس ان تعطى من الدوله من الجهات المختصه راتبا لانها تربي لنا جيلا وهذا اعظم عمل هذا اعظم من اي عمل الله هي المدرسة المعلمة مش بتعلم لنا صف دراسي ولا صفين خمسين ولد خمسين بنت مية متين ده ما إحنا عايزين اللي هتربي أولادنا وبناتنا في البيوت لازم تاخد مقابل عشان نشجعها بس ونترك المجال للشباب يشتغلوا وهي تعمل عمل مهم جدا ربنا يبارك يا رب طيب الـ الـ كان بنتنا سنه بتسال دول العطاء للبنات دي ينظروا لبعض ويشوفوا الاسواق بتنفتح كل يوم عن اشياء والى اخره فان امسكنا ايدينا ربما هذا يعمل مشكله ويشعر الاولاد والبنات بالحرمان وهم من الذكاء بمكان يبكوا احنا احنا محرومين احنا الاغنياء المحرومين احنا كاننا يتامى مع ان ابونا من الاغنياء ان ابانا من الاغنياء وان امنا عندها ولكن بخلاء لا يعطوننا لا والله لو لو فتحنا المساله كده يعني المساله صعبه لكن نعطي بقدر نعطي بقدر يعني هذا المحمول يكفي لس هذا العام وهذا العام والاعوام ونخليها مرحليه مثلا مثلا يعني عندما ينتهي من المرحله المتوسطه يبقى في في جهاز جديد عندما ننتهي من المرحله الجامعيه في جهاز لكن مش كل سنه نغير احنا يعني طيب حتى ولو كان عندنا من الخير يعني فأين ثقافه متى نعطي ومتى لا نعطي ابنتنا نور كانت تقول هل يعني موضوع عدم القناعه الموجود عند الصغار هل هو السبب من الاهل ام من ان قضيه الانفتاح يعني ما هو, هو بلا شك بلا شك ان الانفتاح له اثر ولكن نعلم ابنائنا القناعه نعلم ابنائنا الاكتفاء نعلم ابنائنا كما اقول دائما ان في الدنيا انظروا الى من هو اقل وفي الدين يا ولدي انظر الى من هو افضل في الدين انظر الى انت لا تحفظ الا جزء عامه لكن زميلك اللي هو المدرسه يحفظ عشرة اجزاء مثلا انت لا تصلي الى المغرب والعشاء في المسجد فقط جارنا وابن جارنا مثلا يصلي الخمسه اوقات خمس اوقات في المسجد انت حصلت ما تقرا في الاسبوع او في الشهر كتابا لك صديقك يقرا خمسه كتب يعني اذا في الخير يعني خليه ينظر لاعلى في 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 الدنيا ينظر الى من هو اقل يقول انت عايش ما شاء الله شو بيتك ما شاء الله لا بيت الاخرين شو انت عندك مقدر كذا عندك ساعتين الاخر يمكن لا يملك ساعة الا ساعه واحده عندك خمسه ثياب التنين يمكن لا, يملك الا ثوبا او ثوبين لا يستطيع ان يغيرهما يعني اذا بهذا المنطق وبعدين في نقطه لا تظنوا ان الاب والام هما الوحيدان اللذان يربيان لا, لا 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 لا, لا. اولا الرب هو المربي دي نمره واحد وهو يربينا على موائد كرمه يربينا إذا ربينا أولادنا بالمال الحلال ونشأناهم بكلمة الصدق ولم نشحن في أذهانهم هذه الترهات التي تحدث الناس من كثرة الكلام أصبحت تشكو من أي شيء من أي شيء يشكو من الحر ومن البرد ومن, ومن البيت ومن السيارة ومن الزحام ومن الطقس ومن الليل ويشكو من النهار و... يشكو لأنه تعود الشكوى وللاسف الشديد من كثره شكاوى الناس الناس لا يسمع بعضهم بعضا ويحيف بعضهم على على حقوق البعض انا اريد ان اقول وجب علينا جميعا اننا نفهم فن العطاء وثقافه العطاء لا افراط ولا تفريط لا كرم حاتم الذي كان كاد ان يذبح ولده مره للضيوف عندما لم يجد لهم ما يعطيهم خشيه ان يتهمونه الناس بالبخل ولا بخل مادر الذي يقال له يعني لو قيل له ان يعقوب قد جاءه ليستعير من البخيل ابره ليحيط بها قميص يوسف الممزق ومع يعقوب الانبياء يضمنون للبخيل اعاده الابره له قال ما لي وما لي قميص يوسف نحن لا نريد ان نكون في سفاهه ما بعد حاتم ولا في بخل وسوء امساك نادر والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى كما جعلنا أمة وسطا أن يهدينا سواء السبيل أمن الله بيوتنا من كل مكروه وسوء ووفق أبناءنا وبناتنا إلى الخير كله وعصمهم من شياطين الإنس والجن ورزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا يا رب العالمين واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاكم نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته